أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حصل في بلاد الحرمين من الأحداث الأخيرة؟ كما تعلمون لا يقره دين ولا عرف ولا عقل، ولكن نقرأ ونسمع عمن في قلوبهم مرض من بعض الكتاب وغيرهم، من استغل هذه الأحداث للنيل من العلماء والدعاة وأهل الخير والصلاح، ولا سيما الشباب المستقيم، ولا زالوا مستمرين على ذلك في كل يوم في جرائدهم وصحفهم. السؤال: ما موقفنا طلاب العلم حيال ذلك، وبماذا توجهوننا في هذه الأمور؟ العدو المغرض مهما عملت ما انت براده عن عدوانه وشره، ولكن شره عليه والحمد لله، ولا يضر المسلمين. المنافقون تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وقالوا ما قالوا، فما هذا ما هو بغريب من أهل الشر أنهم يتكلمون بأهل الخير وأنهم ينتهزون الفرص. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، هذا معناه أن نظرة الرسول قاصرة حيث خرج بهم لهذا المكان ليقتلوا، هذا ذم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو كان الأمر لهم ما خرجوا، أنهم أحذق من الرسول وأعرف من الرسول بزعمهم. فما هو بهذا غريب أبدا أن المنافقين يتكلمون في المسلمين والمؤمنين في أيام الأحداث. ولما اشتد الأمر بالمسلمين يوم الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا ما هو بغريب أبدا. فلا تأس تحزن عليهم ولا تأس عليهم، وإثمهم يرجع إليهم إن شاء الله، وكيدهم في نحورهم. نعم.